الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم على الوايت ماتر ديس اوردر. اول حاجه بس ناخد على الهنت على الاناتومي، ان الوايت ماتر تراك تكون من بروجكشن واسوشيشن فايبر وكوميشرال فايبر. البروجكشن فايبر اللي هي بتكونكت الكورس تكس تو اذر اريا اوف ذا سي ان اس لايك ديب نيوكلاي برين ستيم سيربيلم سباين، اللي هي الكورتيكو سباينال تراك، كورتيكو بنتاين، كورتيكو بالبر، ميديا ليمينسكس، اوبتيك راديشن. الاسوسيشن فايبر اللي هي بتكونكت ذا سيم ان ذا سيم هيمسفير، بتكونكت تو ارياز ان ذا سيم هيمسفير، في شورت ولونج. الشورت هي المهمه عندنا اللي هي السب كورتيكال يو فايبر، دي مهمه عشان في الديزيز اللي عندنا بعد كده. والكوميشر اللي هي بتكونكت تو التو سيريبرال هيمسفير لايك الكوربس كالوزم، الانتيرو كوميشر. برضو حينت عن البروتوكول بتاع الام ار في الديمايلينيتنج ديزيز، اهم حاجه الساجيتال فلير والثري دي، بتبين اي تايني فوساي بتبينها معانا. وبالنسبه للسباين الفلير مش اكيوريت 100%، بيبقى بيمس حاجات، فممكن نعمل بروتون دنسي والستير. في تيرمز كده بنحاول نفرقها، الديمايلينيشن بيبقى فيه نورمال مايلين بس بيحصل عليه ابنورمال بريك داون. الديس مايلينيشن هو من الاول ابنورمال مايلين فورميشن فروم ذا ستارت. الهايبومايلينيشن ريديوس اور ابسنت مايلين. راديولوجيكال ازاي نفرقهم؟ الديمايلينيشن بيبقى اسيميتريكال، اما الديس مايلينيشن بيبقى بايلاترال وسيميتريكال كونفلوينت، زي الصوره اللي على اليمين. الصوره دي ديس مايلينيشن، اما دي مايلينيشن. نبدا بقى نعرف ايه المايلينيشن. هو ادبرس اللي بيبقى فيه سبيسيفيك سايتس بس بتبقى مايلينيتد، اللي هي زي المضله والدورسال ميد برين والبوستيرور لمب اوف انترنال كبسول وانترو لاترال اسبيكت اوف سالمس وديب سنترام سيمي اوفير. بعد كده المفروض يبقى بيبقى الوايت موتور بتبقى دي مايلينيتد خالص، فتبقى في التي 2 بتبقى هاي سيجنال وفي التي 1 بتبقى لو سيجنال. مع مرور العمر لحد سنتين بيحصل ريفرزر، يبقى في التي 2 بتبقى هايبو والتي 1 بتبقى هايبر زي كده بسبب مايلين ديبوزيشن. فاي حاجه غير كده تبقى ايه، احنا دي مايلينيشن او ديس مايلينيشن، وده على حسب الايدج. احنا يعني في تقسيمات كتير قوي للديس مايلينيشن، بس احنا هنقسمها على حسب الاورجانيل، على حسب اللايزوزوم والبيريوكزوزوم والميتوكوندريا. اللايزوزوم بتعمل مسؤول عن الويست ديسبوزال يونت، البيريوكزوزوم مسؤول عن اوكسيديشن وكاتابوليزم، الميتوكوندريا مسؤول عن الباور هاوس. بنقسمها بأورجانيل ونان أورجانيل، لايزوزوم بريكسوزوم ميتوكوندريال والنان أورجانيل أمينو أسيدز. نبدأ أول واحدة اللايزوزوم، هو فيها متكونة من ثلاثة مهمين جدا، هي الميتاكروماتيك والكرابي ديزيز والميوكوبوليساكرايدوز. الميتاكروماتيك هي موست كومن هيريديتري أوتوزوم ريسيسيف ليكودستروفي، مسؤولة هو إنزيم أرايل سلفاتيز، بتأدي إلى أكيوميليشن للسلفاتايد إن سيفرال أورجانز، ومتسمية ميتاكروماتيك علشان اللي هي السلفاتايد دي عندها ستيننج اندر ذا مايكروسكوب، فعشان كده مسمينها ميتاكروماتيك. وفيها 3 تايبز، انفانتايل وجوفينايل وادلت. الانفانتايل هي الموست كومن. الراديولوجيكال هنقولها على الصوره، بتبقى بايلاترال سيمتريكال بيري فينتريكولار هاي سيجنال انتنسيتي في تي 2 سبيرنج ليو كورتيكال فايبر. واحنا ممكن وفي كوربس كالوزم هنا افكشن، وما فيش كونتراست انهانسمنت. يعني برضو نرجع تاني، لا بايلاترال سيمتريكال هاي سيجنال انتنسيتي في تي 2 وسبيرنج السب كورتيكال يو فايبر وفي كوربس كالوزم انفولفمنت نو كونتراست انهانسمنت في تجريد باترن. التجريد باترن برضو ده صوره زي نفس اللي احنا شرحناه. التجريد باترن بتبقى ايه، دوتس بلاين في الهاي سيجنال انتنسيتي، وبرضو بسبب ان هي سبيرنج للبيري فاسكولار سبيس. تمام، ده اول حاجه اللي هو الميتاكروماتيك. الكرابي ديزيز هي بيبقى عنده مميز ان هو تو انفانتايل بيكس، في انفانتايل وليت اونست. انفانتايل ده قبل سنتين بيجي بيريتابيلتي وكونفولجن وفيجن لوس، اما الليت اونست ده بعد 10 سنين. الكاركترستكس فيتشرز بتاعتها بتبقى في السي تي بتبقى هايبر دنس اريا سيمتريكلي في السلاماي، دي اهم حاجه بتبان معانا. بنعمل ام ار اي، هي بتبقى زي اللي قبلها بايلاترال برضو هاي سيجنال انتنسيتي في التي 2 سبيرنج كورتيكال يو فايبر، بس زياده عليها ان هي بتبقى فيه هاي سيجنال في السلاماي، برضو مفيش كونتراست انهانسمنت دي زيها. برضو الميوكوبوليساكرايدوزس بيبقى فيه ابنورمالتي في الانزيمز المسؤوله عن الديجراديشن للميوكوبوليساكرايد، فبيقلل الميوكوبوليساكرايدوز بيحصل لها ديبوزيشن في السكليتال والسي ان اس سيستم، فبيؤدي الى ان في ابنورمالتيز في السكليتال والسي ان اس. بيبقى ليها مورفولوجيكال فيتشر مهمه، اللي هو اللي بيبقى التشايلد بيبقى كورس سيك فيشيال فيتشر برومينت دارك اي براو
في عنده ماكروكيفالي وشورت ستيتشر. هي الميوكوبوليسكرايد بتبقى مهمه بتعمل ديبوزيشن في الفيركاو روبن سبيس فبتعمل لها انلارجمنت. فالايميدجنج فيتشر بتبقى فيها انلارجد فيركاو روبن سبيس وفيها كوميونيكيتنج هيدروكيفرس وايت وماكروكيفالي وسك سكال اند منينجيز. ها مبين على الصور بقى بتبقى هنا هاي سيجنال انتنسيتي بيري فنتريكولار بس بيبقى فيه انلارجد فيركاو روبن سبيس بيري فاسكولار سبيس وفي هنا هيدروكيفلس بيبقى فيه سك سكال ومنينجيز كمان. ده برضو سيست بيري فاسكولار وكورباس كالوزم. احنا كده خلصنا اللايزوزومال هنعمل لها سامرايز. يعني الميتاكروماتيك بتبقى بايلاترال هاي بيري فنتريكولار هاي سيجنال وسبيرنج اليوكورتيكال فايبر ميتاكروماتيك. الكرابي بيبقى زياده عليها ان احنا بنبقى فيه هاي دنس صلاماي. الميوكوبوليسكارايدوزيس بيبقى انلارجد فيركاو روبن سبيس بيري فاسكولار سبيس. اللايزوزومال بعدها البير اوكسيديز بتبقى فيها حاجتين ادرينوليكوديستروفي وزيلويجر ديزيز. ادرينوليكوديستروفي هي مميزه هي بتبقى فيها اكيوميليشن لونج تشين فاتي اسيد في البرين والادرينال جراند يبقى بيبقى عندها نيورولوجيكال واندوكراين ديسفانكشن. هي مميزه في الفيتشر بتاعتها بتبقى سيمتريكال كونفلوانت دي ماينيتنج هاي سيجنال انتنسيتي بيري ترايجونال بتتكون من 3 زون نشرحها على الصوره احسن. بتتكون من 3 زون سنترال دي وانترميديت وبريفرال. السنترال ده بسبب الجلايوزيس بتبقى هاي سيجنال انتنسيتي. الانترميديت دي بتبقى في انفلاميشن فبيحصل بريك داون البلود برين بارير وبيبقى فيه هاي لو سيجنال. وبرده هي دي الوحيده اللي بتاخد كونتراست انهانسمنت عشان بريكنج في البلود برين بارير. والبريفرال بتبقى هاي سيجنال عشان الاند ستيج في الدي مايلينيشن يعني بتبقى هاي ولو وهاي سنترال انترميديت وبريفرال. الكونتراست انهانسمنت هي الوحيده الانترميديت زون هي اللي بتاخد انهانسمنت. فاحنا كده بتبقى بيري ترايجونال هاي سيجنال انتنسيتي وفيها 3 زونز انترميديت سيجنال والانترميديت هي اللي بتاخد كونتراست. احنا خدنا الادرينوليكوديستروفي وتاني حاجه الزيلويجر هي عباره عن سيريبرو هيباتو رينال سيندروم. سيريبرو فيها ديسمورفيك فيتشر الديسمايلينيشن بتاعتنا الهيباتو فيها هيباتو ميجالي والرينال بيبقى فيها رينال سيست. بتكون من حاجتين هي فيها هايبومايلينيشن وابنورمال جايريشن. الابنورمال جايريشن يا باكي جايرا او بولي مايكرو جايرا. نبص عليها في الصوره. بتبقى برضو هاي سيجنال انتنسيتي وسبيرنج نيو كورتيكال فايبر بس احنا معانا بيبقى باكي جايرا زياده وسبيشالي في السيلفيان فيشر والبيريولاندك اريا وفي هنا بولي مايكرو جايرا. يبقى احنا كده خدنا البريكزوزومال اكلين ادرينوليكوديستروفي وزيلويجر سيندروم. الادرينوليكوديستروفي اللي هي بيري ترايجونال وفي 3 زونز والميد انترميديت هي الانهانس. الزيلويجر اللي بيبقى فيها هايبومايلينيشن ابنورمال جايريشن. ابنورمال جايريشن اللي هي الباكي جايرا وبولي مايكرو جايرا. الثالثه الميتوكوندريال ديس اوردر هي مميزه بان هي فيها بيزل جانجلي افكشن بتتكون من حاجتين هي الميلاس ميتوكوندريال مايوباسي انكيفالوباسي لاكتيك اسيدوز ستروك لايك ابيزود واللي ديزيز. الميتوكوندريال الميلاس هي عباره عن سندروم اوف مايوباسي انكيفالوباسي لاكتيك اسيدوز ستروك لايك ابيزود. هي مميزه بحاجتين اللي هي بتعمل مايجراتوري انفاركشن مالتيبل ستروك لايك ليجن من اللي امبرايتال واوكسيبيتال والسب كورتيكال وايت مطر بيزل جانجيا بتافكت البيزل جانجيا. هي في الطفل ده كان عنده هنا ليفت تمبرال انفاركشن بعدها بتو ويكس حصل ريزوليوشن للانفاركشن وجاي تاني حصل في اماكن تانيه في انتيريور بوستيريور للسايت اللي قبل كده. فهي مميزه بالميجراتوري انفاركشن وبيزل جانجلي افكشن. ده برده صوره برده كانت هنا كانت في الانفاركشن هنا وبعدها بثلاث سنين الانفاركشن جه هنا. اللي ديزيز هي برده مميزه ان هي ابنورمالتي في البيزل جانجليا بس عندها انلارجد لاكتيت بيك. اللي مميزه ان هي اللاكتيت بيك انلارجد كده. الميتوكوندريال هي عندنا الميلاس واللي ديزيز. الميلاس فيها مايجراتوري انفاركشن وبيزل جانجليا افكشن اما اللي ديزيز فيها بيزل جانجليا وفيها انلارجد لاكتيت بيك. اخر حاجه الان كلاسيفايد في ليكوديستروفي وز ماكروكرينيا وبليزي ميرزباخر ديزيز. ليكوديستروفي وز ماكروكرينيا في كنافان والكسندر ديزيز. الكنافان هو مميزه ان هي بيحصل لها الانزيم المسؤول عن الديجراديشن في ان اصال استين ديفيشن فبيبقى زياده ان اصال اسبرتين.
imaging feature اللي فيها macrocephaly وبرده فيها اللي هي الهاي سيجنال انتنسيتي بس اكستندنج للسب كورتيكال يو فايبر، تعمل جايرال اكسبانشن وكورتيكال سينينج، والثلمس والجلوبس فاليدس افكتد بس بيزبير البيوتامين وفي ريستريكتد ديفيوجن وفيها ليت افكشن للانترنال كبسول. هنبص عليها بقى بالصور. هنا برده الهاي سيجنال ووصل السب كورتيكال يو فايبر افكشن للجلوبس فاليدس والثلماي وزبيرنج البيوتامين، بيحصل لها ليت افكشن للانترنال كبسول وبتبقى ريستريكتد ديفيوجن. هي مميزه بقى، المميز فيها اللي هي في الام ار اس ان هي انلارجد ان اسايل اسبرتين سبيسيفيك، يعني ليه هي الوحيده اللي بتعمل كده. الكسندر برده هي من الحاجات اللي بتعمل ماكرو كيفالي، بس بتبقى مميزه فيها ان هي بتبقى بايلاترال فرونتال وافكتنج برده اليو فايبر وافكشن البيزال جانجليا زي دي، هي بتبقى بايلاترال فرونتال واصله للسب كورتيكال يو فايبر والبيزال جانجليا افكتد الهيد اوف كوديت. برضو دي صوره ليها. البليزيمرز بخر هي عباره عن حاجتين، تبقى هايبوميلينيشن وبرضو الوايت موتر افكتنج السب كورتيكال يو فايبر، بس هي مميزه ان هي بيحصل لها ايرلي افكشن للانترنال كبسول، بنفرقها عن الكنفان. يعني هي هي السيجنال مش عاليه قوي لانها هايبوميلينيشن مش ديسميلينيشن وافكشن للانترنال كبسول. في امينو اسيد يعني بوينتس بس، الجوتاريك اسيدوريا والفينايل كيتونيوريا والماربل سيرابيورين ديزيز. الجوتاريك اسيدوريا هي مميزه ان هي بيبقى فيها وايدنج للسيلفيان فيشر ليك اوف ابركيليشن، بيبقى عندها بايلاتر اركونايت سيست وبيزن جانجلي ابنورمالتي. يبقى هنا هنا احنا شايفين وايدنج للسيلفيان فيشر، في هنا بايلاترال اركونايت سيست وفي وايت ماتر ابنورمالتي، البيزن جانجلي افكتد في ريستريكتد ديفيوجن. فينايل كوتينيوريا ما لهاش راديولوجيكال فيتشر. الماربل سيروب هي مميزه بان هي بتبقى افكتنج الديب سيربرال وايت موتر والدورسال بونز والسيربرال بدنكل وانترنال كبسول، هي المميز فيها ان هي بتبقى ريستريكتد ديفيوجن. وفيها انلارجد لاكتيت وامينو اسيدز. احنا كده خلاص دي برده تقسيمه ثانيه، هنجمع بقى اللي احنا قلنا كله. احنا قسمناها عن طريق اللي هي اول حاجه البير اوكسيزوم لايزوزومال، تبقى اول حاجه الميتاكروماتيك بايلاترال بيري فنتريكولار هاي سيجنال سبرينج اليو كورتيكال يو فايبر وفيها تيجرويد باتر. تاني حاجه الكرابي، الكرابي ديزيز زيها بس بنزود عليها الهاي دنس صلاموي. الميوكوبولي ساكرايدوزس بيبقى انلارجد فيركاو روبن سبيس وفي سيست في الكوربس كالوز. دخلنا ده كده لايزوزومال. البيركزوزومال فيها اللي هي ادرينيك ديستروفي اللي هي بتبقى بيري ترايجونال هاي سيجنال وثلاثه زون انترميديا سنترا انترميديا وبريفرال، والسنترال زون هي اللي ايه اللي فيها كونتراست انهانسمنت. ادرينيك ديستروفي وزلويجر بتبقى ان هي هايبوميلينيشن وابنورمال جايريشن. الابنورمال جايريشن هنا زي البولي مايكرو جايرو. احنا خلصنا اللايزوزومال بيركزوزومال مايتوكوندريال. الميتوكوندريال بيبقى فيها ميلاز ولي ديزيز، الميلاز بتبقى فيها مايجراتوري انفاركشن وبيزال جانجليا افكشن، اللي ديزيز بتبقى بيزال جانجليا بس فيها انلارجد لاكتيت. بعدها دخلنا على اللي هي الانكلاسيفايد الكنفان، بتبقى فيها اللي هي مشهوره اللي هي باي ماكروكيفالي وعندها انلارجد ان استايل اسبرتيت وبتبقى ماشي صح. الالكسندر بتبقى بايلاترال فرونتال مميز فيها والبيزال جانجليا الكوديت والصلمون. في البليزيمرز بخر اللي هي برده بايلات هاي سيجنال انتنسيتي بيري فنتريكولار وفيها افكشن للانترنال كبسول ايرلي. يعني امينو اسيدز اللي هي جلوتاريك اسيدوريا اللي هي بيبقى فيها انلارجد للسيلفيان فيشر وفيها البايلاترال بايلاترال اركنويد سيست. الماربل سيرب مابل سيرب بتبقى فيها اللي هي الريستريكتد ديفيوجن المميزه فيها وافكشن البيزن جانجليا والسيربرال بدنكل. طبعا هو في موضوع مش موضوع لكن احنا بنقابل فلازم نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ احنا مفرقين في الديس مايكروبيشن والدي مايكروبيشن.
التحول الديس مايجريشن حتى لو قلنا التشخيص مش فارق في الحاله حاجه اصلا الحاله بتبقى يعني حاجه كونجنتال هو الطفل مرض حاله واحده الطفل دوت سريعا سريعا